الجوي على العاصمة اليمنية صنعاء ما زال مستمرا، ومعاناة المدنيين ما زالت مستمرة أيضا. فوفقا لمصادر منظمة الصحة العالمية، فإن قصف قوات التحالف أدى إلى مقتل 650 شخصا وإلى تهجير 600,000 يمني حتى الآن. والآن وجه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله خامنئي انتقادات شديدة اللهجة للتحالف الذي تقوده السعودية، ووصف خامنئي هجمات التحالف بالجرائم، واعتبرها إبادة جماعية تستحق الملاحقة من المحاكم الدولية، مطالبا بإنهاء الممارسات الإجرامية على حد وصفه. الحرب الدائرة بين الحوثيين والحكومة اليمنية هي أيضا صراع من أجل السيطرة على المنطقة. السعودية تقول إن الحوثيين يتلقون الدعم من إيران، والمراقبون يصفون الحرب الدائرة بأنها حرب بالوكالة، والتحالف الذي تقوده السعودية يريد الحيلولة دون أن توسع إيران نفوذها في منطقة الشرق الأوسط. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حذر إيران من مواصلة التدخل في الشؤون الداخلية لليمن، قائلا إن واشنطن ستتدخل في الصراع إذا لم تستجب طهران. على إيران أن تعلم بأن الولايات المتحدة لن تكتفي بمراقبة أمن المنطقة وهو يتزعزع، وكيف تقود بعض الدول حربا خارج حدودها. مطالبات ما زالت في إطار التصريحات، ففي اليمن ما زال القتل والتشرد واقعا يوميا ملموسا.